النهاردة حصلت حادثة مصرية باقتدار مسمعش عنها غير في بلدنا، وغالبا الحادثة دي ما بتصيبش غير إما الأماكن بتاعة العهدة أو الأماكن بتاعة المستندات. المهم النهاردة كان في حريق ضخم موجود في مستشفى ميت سليل المركزي في محافظة الدقهلية. قالك السيطرة على حريق داخل مستشفى ميت سليل بالدقهلية. طيب حريق ده حصل فين يا سيدي؟ او قبل ما حصل فين الحريق ده؟ طبعا منظر الحريق اللي اصاب العاملين والاطباء والمرضى بالزهر، الحمد لله مفيش اصابات، الحمد لله. الحريق ده حسب بيانات الحكومة كان في الدور الثاني من المستشفى في غرفة المحفوظات قدام العناية المركزة وقدام حضانة الاطفال. الحمد لله العناية المركزة في امان، حضانة الاطفال في امان، لكن غرفة المحفوظات والعهدة راحت مع الوباء. لكن تم نقل 7 أطفال من الحضانة من مستشفى ميت سليل لأماكن مختلفة، مستشفى الجمالية ومستشفى المنزلة. بعض الأطباء بيقولوا نقل الأطفال بهذه الطريقة وفي هذا الجو ربما يصيبهم بمشاكل طبية. طيب إيه سبب الحريق؟ التحقيقات الأولية للنيابة والمعاينة بتقول سبب الحريق الإهمال في الصيانة. رحنا ندور على ملفات الصيانة في مستشفى ميت سليل المركزي، لقينا في فضيحة بجلاجل قبل كم سنة وصلت للنيابة العامة، تزوير محاضر وكشوف الصيانة وفلوس بالملايين اتدفعت على صيانة المستشفى ومفيش فرد صيانة داخل المستشفى. الخبر هو تحقيق عاجل بمعرفة النيابة الإدارية بالكردي لوجود خلل في أعمال الصيانة بمستشفى ميت سليل المركزي. الكلام ده كان السنة اللي فاتت، وقال لك إهدار للمال العام 7,300,000 جنيه مصاريف صيانة المستشفى على مدار 3 سنين ومحاضر مزورة وإمضاءات وأختام مزورة وعمال صيانة مزورين ومحدش دخل، ولجنة كونت لجنة شكلت لجنة واترمخ على القضية من السنة اللي قبل اللي فاتت لحد النهاردة. ما الصيانة أدت لحريق في المستشفى، التهم المحفوظات والكتب والورق والدوسيهات والدنيا بقت في السليم وكله زي الفل. رغم كده الحكومة سايبة الفساد وسايبة الفضيحة السوداء بتاعت التزوير وعمالة بتحط فلوس في المستشفى. الله أعلم بتتحط ولا ما تتحطش، أنا ماليش دعوة. قال لك أهو دعم مستشفى ميت سليل المركزي في الدقهلية بمحطة معالجة مية بكام يا سيدي؟ قال لك ب 300,000 جنيه. الكلام ده إمتى؟ الكلام ده كان في 2021. قبلها دعم مستشفى ميت سليل المركزي بأجهزة طبية جديدة بكام يا سيدي؟ قال لك ب500,000 جنيه. طب النتيجة إيه؟ الخدمة الطبية عاملة إزاي؟ اهالي ميت سليل بيقول لك واحده من أسوأ المستشفيات على مستوى الجمهوريه. ده انا خليني اقول لك حاجه لطيفه كده، المستشفى الوحيده اللي بيحصل فيها غياب جماعي، لو انت تخش بعد الظهر تخبط على المستشفى ما تلاقيش حد يقول لك تلت التلاته كام. اهو غياب جماعي لاطباء ميت سليل، حافظ الدقهليه يحيل 10 للتحقيق، الكلام ده قبل كام سنه. رغم الفلوس اللي انصرفت، ده المحافظ السابق طبعا الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق، فلوس اتدفعت 300,500,000 وصيانة 7,000,000 والمستشفى لم يحضر أحد. المحافظ اللي قدر يعمله حول بعض الأطباء أهو إحالة بعض الأطباء للتحقيق. صحة النواب قبل كام يوم كانت بتناقش طلبات إحاطة بشأن سوء الخدمة الصحية في المستشفيات العامة وبينهم مستشفى ميت سليل المركزي، واللي وصفوها ان الاهمال والفساد بياكل في هذه المستشفى دون تدخل لاحد من الحكومه. النتيجه ايه؟ النتيجه الطبيعيه، ودي نتيجه طبيعيه بتحصل في معظم مستشفيات الحكومه. مواطن جاي بابنه باخوه بمراته بوالدته بوالده بيصوت ويصرخ في استقبال المستشفى، مفيش طبيب او مفيش حد خالص، فالنتيجه بيعتدي اسره المريض على الطواقم الطبية في المستشفى. وده اللي حصل في نفس المستشفى لما اعتدى أهالي مريض وحطموا مستشفى ميت سليل المركزي بالدهلية لعدم وجود خدمة طبية. أنا أقول خبر أخير بس يا عم ضياء عشان نبقى إيه قفلنا اللعبة.
قفلنا اللعبة امبارح في الوقت اللي كان المواطن بيطفي حريق مستشفى 100 سليل اللي يعتقد بعض الخبثاء بيقول لك من اجل طمس فضيحة الفساد. سيادة الوزير السابق وزير الصحة السابق بيقول لك او الاسبق قال لك ان المحظوظ من يتلقى العلاج في مستشفيات الحكومة وليس المستشفيات الخاصة بالدكتور عمرو حلمي. وانا بقول لسيادة الوزير لو صباح حضرتك الصغير وجعك اكيد اول حاجة هتفكر فيها المستشفى الخاص بتاعت صاحبك او زميلك في المستشفى او زميلك في الكلية او تسفره يتعالج بره. لكن محظوظ ده بتقولوا لي الفقراء للغلابة لأولاد الشعب. محظوظ قال ايه؟ اللي يتعالج في المستشفيات الحكومية اللي داخل فيها مفقود واللي طالع منها مولود.